طيب في كمان رسالة، حد بيقول مساء الخير، احنا 5 اخوات وفي 2 اولاد، ومامتي الله يرحمها قالت لنا ان ورثي للبنات وهي اللي هتاخده، بس هل ينفع ام لا؟ لا تاني السؤال معلش. يعني الورث بتاعها من الاخر هم 5 اخوات منهم في 2 ولاد، فالوالدة الله يرحمها يعني قبل ما تتوفى قالت ان الورث للبنات بس يعني. لا بص، الله يرحمها ملهاش حق ان هي تتحكم في الميراث بعد ما ماتت. انت وانت عايش اعمل اللي انت عاوزه، اكتب هبة، استهلك التركة كلها، وزعها للعيال على عين حياتك كده وانت قاعد، وادي لكل واحد اللي هو عاوزه. واحنا لا ننصح الناس انها تعمل كده، لا ننصح، علشان احنا مش عارفين تقلبات الزمن. و90% 95% من الحالات اللي بنقابلها واحد كتب لعياله وبعد كده عياله رموه. شكرا. فحضرتك حافظ على فلوسك وحافظ على اللي انت اكتسبته في حياتك، وبعد ما تموت انت هتبقى عند ربنا، مالكش دعوه بالعيال هنا. وبعد كده ده شرع ربنا يعني. ما هو يعني ما تحملش همهم هنا، انت عشان تحمل همهم هنا وخايف عليهم بعد ما تموت، ده حقك وحق مشروع، بس تعمل ايه؟ تتقي الله وتقول قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مالكش دعوه بقى بيهم. انت خلاص يا عم، انت رايح هتتسئل عند ربنا، حاشر نفسك هنا ليه في الميراث اللي هيتقسم مين ياخد ومين ما ياخدش؟ طب ما يمكن قبل الوفاه كانت مثلا الوالده هنا كانت مدالي الولاد حاجه في الدنيا، شقه، عماره، عربيات، ايا كان. بعد ما هموت اي حاجه سبتها من غير ما اكتبها واملكها في حال الحياه هتتحول لحاجه من الاثنين، وصيه او تدخل في الورث. وصيه من حقي اوصي في التركه في حدود التلت وبإجازة الورثة طبقا للقانون. يعني إيه؟ يعني أنا سبت 100,000 جنيه ابن محمود، ابن حسين، ابن علي، عايز أديله علشان بيكمل تعليمه، أو البنت لسه هتتجوز فعايز أخصها بحاجة زيادة، أروح أعمل لها كده حاجة اسمها وصية، وأشهد على هذه الوصية أو أوثق هذه الوصية، ويبقى في حد عدل كده. مش هروح اوصي البت في ودنها واقول لها ان شاء الله هبقى اكتب لك التلت بعد ما اموت، فتيجي بعد ما تموت تروح تقول لاخواتها ده امي قبل ما تموت قالت انا كاتبه لك التلت في الوصيه. لازم تبقى مكتوبه، لازم تبقى الوصيه كده واضحه وبينه، يا اما معرفه الولاد كلهم، يا اما جايبه 2 من قرايبنا عشان بتتوثق الولاد كمان في الشهر العقاري، او اوثقها في الشهر العقاري، اوصي في حدود التلت. والعيال الورثه هنا عندنا اختلاف، اما ان يجيزوا واما ان يمتنعوا. الباقي باقي الورثة. لكن اللي ليا أنا كمورث هموت، من حقي أوصي في حدود التلت. تمام؟ لغير الوارث بتنفذ. يعني لو حد من بره هوصل بنت عمي للخدام اللي كان عندي، للمدير بتاع السكرتير بتاعي في الشغل، أي حاجة، أي حد بره دايرة الورثة هوصيله، دي بتنفذ بحكم القانون وبحكم الشرع. داخل الورثة واحد بقى من ولادي هوصيله زيادة على حد من اخواته، لابد من اجازة الورثة عشان يبقى فيه تراضي. طيب وصينا والحمد لله في حدود التلت، ده التصرف الشرعي المتاح لي اعمله بعد ما ماتي. تمام؟ لان الوصية هي ملك مرتبط بالوفاة، تصرف في الملك بعد الموت. عكس الهبة. عكس الهبة قبل الموت، ويشترط لها القبض في الحياة انه ياخدها قدام عينه. طيب وصينا في حدود التلت، ليه حاجة تانية اتصرف فيها في التركة؟ لا ماليش، وماليش ان انا اكتب واقول بعد ما ماتي كل واحد ياخد كذا وكذا وتبقى كده التركة. لا، ده كده اسمه تدخل في الميراث، هذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا ما لم يكن وصية. وما ينفعش اخد التركة كلها واديها للبنات واقول الولاد لا. خدت بالك؟ بعد ما وصيت في حدود التلت، الباقي هيوزع طبقا للأنصبة الشرعية من الفرائض أو العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين. خدت بال حضرتك؟ ده اللي ينفع ليا أن أنا أتصرف فيه في موضوع المال بتاعي. إحنا بنقول للناس أنت شايف ولادك قدام عينيك، شايف أخلاقهم، شايف أن في واحدة ضعيفة ممكن هتتظلم، ممكن تعمل كذا، ممكن أنت لو شايف أنها محتاجة أو ظروفها ونصيبها وقدرها كان كده وأنت ربنا موسع عليك، خصها بشيء في حال حياتك واعمله هبة. بس ما تستهلكش التركة كلها فيه. ولو استطعت، وهذا هو الأولى، لو استطعت أن تقسم بالسوية بين ولادك، يعني اديت لدي 5,000، ادي لدي 5، وادي لدي 5، وادي لدي 5. طيب كنت شايف ان دي محتاجة 10،
عشان دي لسه صغيره وانت سنك كبر وهي في التعليم او التعليم بتاعها مختلف، كل حاله بحسب الحاله بتاعتها واحتياجاتها. انت علمت الاولى وعلمت الثانيه، طب علمت الاولى انا تعليم حكومي والحمد لله خلصت، البت الثانيه كانت شاطره وجت راحت جابت انا اسف راحت جابت مجموع كويس وهتدخل تجاره انجليزي، دي تمام. كنت بدفع لها 500 جنيه في الجامعه كل سنه، طب دي هتاخد مني 8 9000 او 10 او اكتر او اقل مصاريف، هل انا كده ظالم؟ لا مش ظالم. انا بدي لكل واحد بحسب ظروفه. بحسب ظروفه، انا دي ما قصرتش معاها في حاجه، مجموعها جاب انها تدخل تجاره عربي، اديتها فلوس تجاره عربي، طب اديها 9000 كل اديها الفرق؟ لا ما اديهاش الفرق. هل انا كده ظالم؟ لا انا كده مش ظالم. لان انت مش انت مش بتطلع عطاء من جواك تديه لحد وتمنع حد، لا ده انت بتلبي وبتسكن احتياجات. طيب خلصنا الحاله دي، شايف بقى انت العيال قدامك واحد عنده ظروف مختلفه عن التاني، عايز اكتب له حاجه اكتب له. بس هو عايش. بس وانت عايش واديها له فيما لا يزيد عن التلت برضه. من حقك انك تطلع بكل التركه وتديها له من حقك، بس هتبقى ظالم للباقيين ومش هيحمدوا ربنا ولا هيشكروك ولا هيدعوا لك بعد ما تموت. طب فهنتكلم يعني بالمنطق. ينفع حد مثلا على حياه عينه يقسم ورثه او الفلوس بتاعته ما بين الولاد والبنات بالتساوي؟ لا. وهو لا. عايش؟ ده ما يبقاش اسمه ورث. ده يبقى اسمه هبه. اه. بس ده حرام ولا حلال؟ والله من حق المالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء. انا من حقي اقسم كل فلوسي، هموت ومش هسيب ورث، انا حر، هدي للعيال للذكر مثل حظ الانثيين، بس دي مش قسمه ميراث، دي قسمه هبه، وكلهم يبقوا راضيين خلاص اهلا وسهلا. طب هدي وانا عايش هقسم بينهم كلهم بالتساوي. بالتساوي انا حر برضه. بتهدى افضل كمان مش مرتبط. في جزئيه لو مثلا في مثلا اب او ام عندهم عماره، مثلا عندهم ملك العماره وكل واحد منهم قاعد في شقه، او هم لسه ما تخصصش كل واحد فيهم لسه الجزء بتاعه، يعني هنا في الدنيا يفضل ان هو كل واحد يكتب له الجزء بتاعه علشان بعد الوفاه ما يبقاش في مشاكل دايما بنخش والله في تفاصيل والله مش لطيفه. بص يعني. هي دي يعني تختلف من راي الى اخر او من شخص الى اخر. انا ارى شخصيا انا مش هكتب حاجه لعيالي. والله انا انتقلت وكان في تركه يقسموها بينهم كيف شاءوا. والله جاروا على الشرع يتحملوا. يعني انا يعني بلاش يا جماعه نعمل عنتريين زياده ونشيل اصلا ذنوب بتاعت عيال لسه جايه قدامهم حياه. بس دي مش حاجه ممكن يعني فيها ذنب كبير بالنسبه ان انت بتعمل هبه، بنتجنب المشاكل او لكن ما فيهوش ذنب اللي ممكن يحصل يعني. بعد الموت بتعمل هبه ده حقك. تمام. بس انت لا تضمن ان حياتك تطول. انا لسه بقول لحضرتك في اول السؤال، انت حياتك قد تطول لدرجه انه ولادك لا يحملوك وان ظروفك انت اللي تتغير فولادك ما يدولكش. يعني انا العكس. اسئله كتير جدا بتيجي بهذه الصوره. فانت لا تضمن الحياه. وبعدين يعني احنا شفنا الفتره اللي فاتت كانت دار مسنين وفيها ناس كبار ولادهم رفضوا يروحوا يستلموهم. ولادهم رفضوا بقاله سنين، ما والدته في دار المسنين ما اعرفش اذا كانت عايشه ولا ميته، خدت بالك؟ فلا بد ان احنا نتصرف في هذه الامور تصرف الحكيم. مش بس تصرف المجاز من الشرع، لا تصرف الحكيم. في فرق بين ان انا اقول لك اه ده متاح. يعني انت بتسالني هل اشتري مثلا دلوقتي ذهب ولا اشتري حته ارض، هنا الاثنين متاح قدامك ومباح شرعا، لكن الخبره والحكمه هي اللي تقول لك اشتري ذهب لان الذهب اسهمه طلع، او الخبره اللي تقول لك لا اشتري عقار وارض لان الارض اسهمها اللي هتزيد. خلصت الكلام يا تامر، يعني في الاخر دي على حسب النبته الداخليه جوه كل واحد فينا، اللي هيرجع لاصله واللي هيرجع ان هو شاري الاب والام والاخره بعيدا عن الدنيا، ودي زيادات كان بها، غير كده لا. يعني نخلينا خلاص في الميراث شرعا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء. لا يجوز الا الوصيه بعد الموت، لا يجوز الا الوصيه في حدود الثلث، وان زادت يجب اجازه الورثه. الحكمه والخبره تقول دع الملك للمالك ودع شرع الله يتصرف، وربي اولادك تربيه صالحه هيحفظوا نفسهم ويحفظوك ويحفظوا التركه بعد ما تموت.